جريرو باولو سدد عرضية والجول، الجول يأتي لمنتخب البيرو عن طريق ويليام شيروكي. مليان ويليام يسجل هدف منتخب البيرو، المنتخب البيرو في غالب فنزويلا في آخر لحظات الشوط الأول. النتيجة تتغير، شيروكي يعلن تقدم منتخب البيرو 1-0 أمام اللاعب شيروكي. انطلق بالكرة، كان وراه المحاولة، فضل التمرير لباولو جيريرو، جيريرو اللي سدد والكرة تهوجت. متابعة هذا اللاعب الشاب الصغير اللي تابع الكرة وأسكنها الشباك ليعلن ويليام عن تقدم منتخب بلاده بهدف مقابل. بينما امامنا المحاوله، فرصه الثاني باولو، سجل باولو الهدف الثاني لجيريرو، وضع الكره في سقف المرمى، يسجل ثالث اهدافه باولو جيريرو، الهدف الثالث لمنتخب البيرو. المنتخب البيرو يتمكن من ختم هدف ثاني عن طريق خوسيه باولو جيريرو. الجول الثالث، مهاجم هامبورغ الالماني وضع الكرة في سقف المرمى، لم يعطي الفرصة اطلاقا للحارس الفنزويلي لنضع امامنا الاعادة من جديد. امامنا كرة ارسلت امامية، باولو جيريرو هو وراء الهجوم، مهت مرة اولى عادت لما جيفارا سددها في سقف المرمى. كرة جول كان في وضعية مناسبة، وباولو جيريرو لمسة من روسكو، فرصة خطيرة ومنتخب فنزويلا سجل. منتخب الفنزويلا يا رانجو، أنت يا رانجو الأفضل، أنت يا رانجو الأميز، أنت إخوان وإخوان رانجو يقلص الفارق، أنت الكابيتان، أنت الكابيتان ويا إخوان، إخوان يسجل هدف فنزويلا. نتيجة 2-1، تتغير النتيجة والآن الثالث في اللحظة الأخيرة. كرة فيجا بعلى لعبها طويلة، مهد روندون، مالدونادو، روندون، تلقي اللاعب رانجو كان فيها كرة سددها رانجو، رانجو بلمسة غلط بها باولو جيريرو، مرور ممتاز باولو، باولو الثالث، أنت هداف كوبا أمريكا، أنت الكابو كالونياري يا باولو جيريرو. باولو جيريرو هدف، صناعة هذا الهدف، هذا المهاجم الفرد يتمكن من تأكيد الانتصار، ويؤكد باولو جيريرو للسيد فارياس بأن البيرو تستحق المركز الثالث وبأنه يستحق لقب الهداف. الآن باولو جيريرو بأربعة أهداف، شوفوا كيف تلعب بالمدافع فيسكاروندو. فيسكاروندو قبل قليل كان يشير الحكم للوقت وللتوقيت، لكن الآن يبرر باولو جيريرو، باولو، باولو هو الرابع، 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 قلت مشروع هدف رابع. باولو جيريرو يتمكن من تسجيل دريبلات ثلاثية بديعة لباولو، هي رباعية للبيرو، انتهت الأمور يا ماركاريان، أكبر انتصار، أكبر فوز في كوبا أمريكا يسجل في هذا اللقاء، واللعب باولو جيريرو في مباراة كانت مجنونة في الشوط الثاني، جنون البيرو، جنون جيريرو، لكن يحسب ليدفن كولا وراء هذه الكرة الذهبية، روضها كما ينبغي، وباولو جيريرو يتفوق على فيجا ويتفوق على دفاع فنزويلا. الشوط الثاني العب دور البطولة هو باولو